مرة حدثني أخ قال لي بعد ما انتهى الدرس سلم علي، قال لي ابن خالتي، فأنا سبحان الله بمودة بالغة سلمت عليه، صافحته وشديت على إيده، قلت له عينك على ابن خالتك، إن شاء الله الدرس عجبك يا ابني. قال لي والله كثير ما عجبني. لما أنا صافحته بمودة ابتسمت بوجهه وسألته عن الدرس عجبك، قلت له ابن خالته عينك على ابن خالتك، قال لي والله هالمودة من الشيخ خلتني أجي على دروس على طول. الابتسامة صدقة يا أخوان، المصافحة صدقة. كان عليه الصلاة والسلام إذا صافح كان آخر من يسحب يده إذا صافح. فأنت بابتسامتك ولطفك وتواضعك تجذب قلوب كثيرة. بارك الله بكم ونفع بكم وجعل هذه القناة أسلوباً من أساليب الدعوة الحديثة إلى الله. يعني الأب في بيته سيطرة وقمع وعبوس قمطرير وتوجيهات وتعقيبات ولوم وتقريع، هذا البيت لا يجذب الأولاد إليه، ينفرون منه إلى الطريق إلى أصدقائهم. أما بيت في جو مرح، في جو لطيف، في مداعبة، في مزاح، لكن الشروط دقيقة جداً. كان عليه الصلاة والسلام يمزح ولا يمزح إلا حقاً. ونحن في الجامعة درسنا مادة في كلية التربية اسمها الفكاهة في التعليم، ومعظم العظماء في مجالسهم دعابة، وكان عليه الصلاة والسلام مرة ثانية يمزح ولا يمزح إلا حقاً. يعني دخل أب لبيته ألقى طرفة لطيفة، ضحك أولاده، أنسوا به، شعروا أنهم قريبون منه، داعبهم، لاعبهم، مازحهم. لكن محور هذا الدرس ليس مشروعية المزاح، لكن شروط المزاح. فأنا أتمنى على كل معلم وعلى كل أب وعلى كل إنسان يحتل منصب قيادي، الأب قائد، قائد هالأسرة، والأم كذلك، والمعلم كذلك، والمدرس، وصاحب المحل التجاري، ومدير المستشفى والجامعة، أي منصب قيادي بدءاً من الأب وانتهاءاً بالوزير، الدعابة والمزاح والجو المرح ينشط من حوله ويعطيهم طاقة، طاقة. أحياناً يعني طرفة في درس تلاقي النشاط تجدد. نعم، أول شرط القسوة والقمع والمتابعة والسيطرة واللوم والتقريع والتعنيف، هذا البيت ليس بيتاً يجذب الأولاد إليه. أنت لاحظ البيت اللي فيه عنف الأولاد في الطريق مع أصدقائهم، البيت عندهم فندق يأتون إليه ليأكلوا ويناموا فقط. أما ابن يجلس مع أبوه ساعات طويلة يستمتع بحديث والده، والده لطيف، ابتسامته على وجهه، بداعب أولاده، بمازح أولاده، هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام، كان إذا دخل بيته بسام ضحك. يقول عن بناته إنهن المؤنسات الغاليات، المؤنسات الغاليات. يعني أنا لا أدعوكم إلى أن يكون الجلسة كلها مزاح، مستحيل الكلام، لكن أنت بالبيت أعلى مصدر، فإذا هذا المصدر إذا كان كلامه لطيف، في معه دعابة، في ابتسامة. مرة بيقول واحد أنا ما رأيت شيخ يبتسم،
طيب لما لا تبتسم أيها الشيخ؟ ابتسم، اضحك، داعب من حولك يقتربون منك. بدي لكم نص أدهشني، بيقول الإمام الشافعي: الوقار في البستان من قلة المروءة، بنزهة لا ابتسامة ولا ضحك، هيمنة وكهنوت وهيبة، هذا مو نزهة. الوقار في البستان من قلة المروءة. وفي نص آخر: المبالغة في الذوق من قلة الذوق، المبالغة في الذوق من قلة الذوق. أنا أدعو إلى أن يكون البيت جنة، ولن يكون جنة إلا بأب مبتسم، أب مرح، أب لطيف، أب رحيم. فهذه الصفات هي التي تجذب الأولاد إلى البيت، تجعلهم يتحلقون حول أبيهم. المقولة الدقيقة في هذا اللقاء الطيب: المزاح في البيت كالملح في الطعام، إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده. المزاح في البيت كالملح في الطعام، إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده. الآن المزاح الكثير يضعف الهيبة، الذي يمزح كثيراً يستخف به، لا يبالى بتوجيهاته، يتساهل بتعليماته، من حوله يسيبون أعمالهم. هذا الإكثار من المزاح، أنا قلت كالملح في الطعام، إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده، يعني بالساعة طرفة، بالسهرة طرفتين أو ثلاثة فقط، أما طرفة وراء طرفة وراء طرفة، هذا ما عاد في إمكان للتوجيه إطلاقاً، ما عاد في إمكان للكلام الجاد، ما عاد في إمكان للانتفاع من حديث الأب. نعم، أحياناً ببعض السهرات ينفتح باب المزاح، أبداً طرفة وراء طرفة وراء طرفة، وكل واحد يستعرض مخزونه من الطرف ويعرضهم على أخوانه، جلسة ما فيها بركة ولا فيها خشوع ولا فيها فائدة ولا فيها يعني اتعاظ. فأولاً المزاح كالملح في الطعام، إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده. يقول عليه الصلاة والسلام في الأدب المفرد للبخاري: لست من دد ولا دد مني، لست من دد ولا دد مني. دد أي لست من أهل اللعب واللهو، مجلسه وقور، مجلسه مبارك، في موعظة، في توجيه، في حقائق، لكن في مرح، وفي من حين إلى آخر طرفة. يعني صور المؤمن في حياته الدنيا كأنه يمشي في الصحراء، حر ورمال وأحياناً غبار، بعد مسير طويل ومشقة بالغة وجد هذا المؤمن واحة، نخلة في بركة ماء، استظل بظل النخلة وشرب من الماء وأكل تمرة، هي استراحة اسمها. فاجعل في درسك استراحات، استراحة هي طرفة، وأحياناً تستمع إلى 50 طرفة لا يصلح من الطرف للإلقاء إلا واحدة أحياناً. وبالمناسبة في طرفة بتمس مهنة ما بيجوز، أنت معلم
أنت أب، لو فرضنا في طرفة قاسية جداً على حرفة من الحرف، سمع ابنك طرب لها في المدرسة، قالها لبعض رفاقه، أحد الرفاق والده يمتهن هذه المهنة، بتقاتلوا. فأولاً ممنوع في إلقاء المزاح أو الطرف أن تمس إنساناً أو أن تمس فئة أو أن تمس حرفة أو أن تمس جهة، ممنوع. يعني بقول لك مرة ثانية، بالمئة طرفة ما ممكن تلقي على أولادك إلا واحدة من مئة حيادية، ما بتمس إنسان ولا طائفة ولا مذهب ولا لون ولا فئة ولا جهة ولا حرفة ولا مدينة. أيها الإخوة، النبي عليه الصلاة والسلام مع أنه حمل أكبر دعوة في تاريخ البشرية، كان إذا دخل بيته بساماً ضحاكاً، كان إذا دخل بيته يعد واحداً من أهل البيت، كان يكنس داره ويرفو ثوبه ويصغي الإناء للهرة ويخصف نعله، وكان في مهنة أهله، وكان بساماً ضحاكاً، وكان الحسن والحسين يركبان على ظهره، وكان الحسن والحسين يركبان على ظهره، هكذا كان النبي في بيته. كان عليه الصلاة والسلام كما تقول السيدة عائشة يحدثنا ونحدثه، فإذا دخل في الصلاة فكأنه لا يعرفنا ولا نعرفه، يحدثنا ونحدثه، فإذا دخل وقت الصلاة فكأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. إذاً أول شرط من شروط المزاح أن يكون قليلاً كالملح في الطعام، إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده. الشرط الثاني يعني ألا يمس حرفة، فئة، جهة، طائفة، مذهباً، ألا يمس أحد. يعني مرة ذكرت طرفة أنه ملك في أثناء تجواله في مملكته دخل إلى بستان، وجد حصان قد عصبت عيناه، وضع في رأسه جلجل يدور حول الرحى لاستخراج الماء، فهذا الملك سأل صاحب البستان لما عصبت عينيه؟ فقال له لئلا يصاب بالدوار، جواب مقنع. ولم هذا الجلجل؟ قال له إذا وقف أعلم أنه وقف. فكر الملك، قال له فإذا وقف وهز رأسه، أم قال له للملك وهل له عقل كعقلك؟ أحيانا الإنسان بيطالب بيفترض المستحيل، بيفترض المستحيل. هذا الافتراض ذكرني أن أحد أصحاب رسول الله سأله عليه الصلاة والسلام ماذا ينجي العبد من النار؟ فقال النبي إيمان بالله، قال مع الإيمان عمل، قال أن يعطي مما رزقه الله، قال فإن كان لا يجد ما يعطي فقير، قال فليأمر بالمعروف ولينهى عن المنكر، قال فإن كان لا يحسن، قال له فليعن الأخرق، قال له فإن كان أخرقاً. يعني كل ما يعطي النبي الكريم حل يغلقه، قال له النبي الكريم أو ما تريد أن تدع لصاحبك من خير؟ ما له ولا ميزة هذا؟ ليمسك أذاه عن الناس. فجاء السؤال الدقيق، قال له أو إن فعل هذا دخل الجنة؟
فقال عليه الصلاة والسلام: ما من عبد مسلم يصيب خصلة من هذه الخصال إلا أخذت بيده حتى تدخله الجنة. معنى ذلك أن العمل الصالح حركي ينمو، والعمل السيء ينمو من معصية لأكبر، وبالجانب الإيجابي من طاعة لأكبر. أحياناً في كلام حكيم جداً، لي قريب أمه وقعت في مرض عضال، فجاء لها بالطبيب، وضع النفسي منهار، فهذا الطبيب صب جام غضبه على ابنها، قال له: حالي عادية جداً، تستدعيني من البيت، تكلفني وبتتعبني والحالة عادية، وعم بيخاطب ابنه، اطمئنت هي. فكان قديماً الطبيب اسمه حكيم، أنه يتكلم كلام يعطي راحة للمريض. هلأ الطريقة الأمريكية بيقول له: معك سرطان، معك 4 أشهر، أم مات ثاني يوم، ما تحمل 4 أشهر، بالكلمة الكبيرة بنهار. الطريقة الأمريكية هكذا، يقول له: معك سرطان وبتعيش 4 أشهر، هي قصة وقعت بالشام، ثاني يوم مات، ما تحمل الخبر. الآن في نقطة دقيقة جدا، دائما التطرف سهل والتوسط صعب، يعني سهل جدا أن تكون قمعي، تكلم كلمة ضربته، كلمة ثانية سبيته، كلمة ثالثة رفسته برجلك، هي أسلوب قمعي. وكمان سهل جداً تسيب الأمور، الطاولة على أمه سكتت، ضرب أخوه سكتت، التطرف سهل، أن تأخذ الجانب المتطرف يمنة أو يسرة سهل جداً. أما أن يكون ابنك في حيرة يحبك بقدر ما يخافك، أو يخافك بقدر ما يحبك، أنت مربي، أنت أب عظيم. إن الله عز وجل وصف الأنبياء بأنهم يعبدونه رغباً ورهباً، والمؤمنين خوفاً وطمعاً. وأنت جو مكفهر، قمعي، تقريع، لوم، سباب، سهل، لكن خسرت أولادك. تساهل تساهل. مرة كنا في بيت، يعني غرفة الضيوف مجللة بقماش أبيض بكوي مثل الثلج، أحد الضيوف ابنه جلس بحذائه القزر فوق هذا، فوق الكنبة. أنا غليت غلي، التسيب شيء لا يحتمل. وفي آباء يتساهلون مع أولادهم لدرجة أن واحداً ممن حولهم لا يحبهم لتجاوزاتهم، فكلما أدبت ابنك أصبح محبوباً، وكلما أهملته أصبح مكروهاً. إذاً التطرف سهل، التسيب سهل، والقمع سهل، لكن أن يحبك ابنك بقدر ما يخافك، أو أن يخافك بقدر ما يحبك، وهذا معنى الآية الكريمة: يعبدونه رغباً ورهباً. الأنبياء والمؤمنون يعبدون الله خوفاً وطمعاً، لا تكون قاسياً فتكسر، ولا ليناً فتعصر. نعم، نحن في اللغة أقوى الحركات الكسر، قبلها الضم، قبلها الفتح، قبلها السكون. فحتى يتعلم الطلاب هذه القاعدة، قل لهم: قضيب، إن تركته ساكن ما بتحتاج إلى أي جهد. أما إذا كان
منثني فتحه سهل، إذا كان مفتوح ثنيه أصعب، أما كسره أصعب وأصعب. فأقوى حركة الكسر، أقل منها الضم، الفتح، السكون. يعني بعض الأدباء يقول: لي صديق كان من أعظم الناس في عيني، وكان رأس ما عظمه في عيني صغر الدنيا من عينيه، كان خارجاً عن سلطان بطنه، فلا يشتهي ما لا يجد، ولا يكثر إذا وجد، وكان خارجاً عن سلطان الجهالة، فلا يتكلم بما لا يعلم، ولا يماري فيما علم، وكان أكثر دهره صامتاً، فإذا تكلم بذ القائلين، وكان يرى ضعيفاً مستضعفاً، فإذا جد الجد فهو الليث عادياً. سيدنا عمر يقول: من كسر ضحكه قلت هيبته. ومن كثر مزاحه استخف به، الحالة المبالغ بها. بدي أضرب مثل، يعني أنت أيها الأب بطولتك أن يكون وجودك في البيت عيداً، الوجود عيد، والأب القاسي العيد بعدم وجوده، يبدأ العيد بعد أن يخرج من البيت، والأب الناجح يكون العيد بعد الدخول إلى البيت. يعني في مدرسة ناجحة جداً، حدثني أحد الأخوة الكرام، قال لي: ابني يبكي بكاء مر يوم الجمعة، ما في مدرسة، يحب معلمه كثيراً، فاليوم الذي لا يرى فيه معلمه يتألم. عندك إمكان تكون أب كهذا الأب؟ مو صعب، بس بده ضبط، ولا كلمة قاسية، مودة، ملاحظة، تربية، تعليم. والآن في عنا مقياس آخر، المقياس الأول أن بطولة الأب أو المعلم أن يكون الفرح بوجوده لا بغيبته. الآن بطولة ثانية، كل إنسان قمعي يمدح في حضرته، لكن الإنسان الأخلاقي يمدح في غيبته. فأنت متى تمدح؟ في حضرتك أم في غيبتك؟ البطولة أن تمدح في غيبتك، الأقوياء يمدحون في حضرتهم، أما الأنبياء يمدحون في غيبتهم. البطولة ما الذي يقال في غيابك؟ أما في حضرتك قضية سهلة جداً، إن كنت قوي الكل يمدحونك اتقاء شرك أو طمعاً بنوالك، يا اتقاء الشر أو طمع بالنوال، هذا في حضرة القوي، والأب قد يكون قوي. فالبطولة أن الابن يحدث صديقه عن أبيه، لأب نحبه كثير. البطولة أن يحدث ابنك صديقه عنك في غيبتك، أما في حضرتك في أطفال أذكياء وبيمثلوا دور الابن البار اتقاءً لشر أبيهم. نعم. أيها الإخوة، الآية الأصل في هذا الموضوع: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. في حقيقة يعني أخطر مزاح
أشد أنواع المزاح يعني معصية لله أن تسخر من شكله، من هيئته، من قصره. قالت له قصيرة السيدة عائشة عن أختها صفية، قال لها: يا عائشة، لقد قلت كلمة لو مزجت بمياه البحر لأفسدته، لو مزجت بمياه البحر لأفسدته. فالإنسان شكله ما بيده، شكله، لونه، طوله، جمال وجهه. كان عليه الصلاة والسلام إذا نظر في المرآة يقول: الحمد لله، يا ربي كما حسنت خلقي فحسن خلقي. واحد الله عز وجل تفضل عليه بخلق كامل، هي من نعم الله الكبرى. لكن أنت ما لك حق تطعن بشكل إنسان، هذا الشكل من صنعه؟ لا طبعاً. الأحنف ابن قيس كان قصير القامة، غائر العينين، صغار وغرقانين لجوا، غائر العينين، ناتئ الوجنتين، أحنف الرجل، أسمر اللون. ليس شيء من قبح المنظر إلا وهو آخذ منه بنصيب، وكان مع ذلك سيد قومه. إذا غضب غضب لغضبته مئة ألف سيف لا يسألونه فيما غضب. وكان إذا علم أن الماء يفسد مروءته ما شربه. كان سيد قومه، إذا غضب غضب لغضبته مئة ألف سيف. بالمناسبة أيها الإخوة، أية أمة تعتمد قيمتين أقرهما القرآن الكريم تتفوق، وأية أمة أخرى تعتمد قيماً أخرى تتخلف. القيمتان اللتان اعتمدهما القرآن الكريم للترجيح بين البشر قيمة العلم وقيمة العمل فقط. قال: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال: ولكل درجات مما عملوا. أي مقياس العلم والعمل. أما في مقياس الذكاء والوسامة والغنى والقوة، هذه القيم ما اعتمدها القرآن الكريم. نعم. أما أحياناً نعتمد قيمة الغنى، قال عليه الصلاة والسلام: من جلس إلى غني فتضعضع له ذهب ثلث دينه. ويقاس عليه القوي، يعني من جلس إلى غني أو قوي فتضعضع له، يعني تمسكن له، ذهب ثلث دينه. والقول النبوي: ابتغوا الحوائج بعزة الأنفس، فإن النفوس فإن الأمور تجري بالمقادير، ولا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. ورد في بعض الآثار القدسية: أنا ملك الملوك ومالك الملوك، قلوب الملوك بيدي، فإن العباد أطاعوني حولت قلوب ملوكهم عليهم بالرأفة والرحمة، وإنهم عصوني حولت قلوب ملوكهم عليهم بالسخطة والنقمة، فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك وادعوا لهم بالصلاح، فإن صلاحهم بصلاحكم. حدثني مرة صديق كان ببلد نفطي، مدرس معار، قال لي: في خادم اسمه عندنا في الشام آذن، هناك اسمه فراش، يكنس الأرض. قال لي: مرة صببت كأساً من الشاي في الفرصة، فإذا بالجرس يقرع، والمدير دقيق جداً لا يحتمل أن يتأخر المدرس عن الصف ولا دقيقة، فصب كأس الشاي، قرع الجرس، أم قدمه للفراش. هذا الفراش ثاني يوم
قال له أنا لي هنا في هذه الثانوية سنتان لم يسلم علي واحد، أنت لماذا قدمت لي هذا الكأس؟ طبعا هو ليش قدم له إياه؟ قرع الجرس. قال له أردت أن أكرمك به، بس يعني ما أعطى السبب الحقيقي. صار في ود، فإذا بهذا الفراش يفاجئ هذا المدرس أنه يحمل بكالوريوس بالعلوم من بلاد فقيرة جداً ما وجد عمل، فأجى عرض لدولة نفطية قبل يشتغل فراش. قال لي ما صدقته، دعوته إلى البيت وفي عندي موسوعة باللغة الإنجليزية، قرأ فأجاز القراءة وشرح. طبعاً هو ليس مسلماً، بعد حين جمع أصدقائه حوالي 10 وعملوا جلسة أسبوعية، وانتهت هذه الجلسات بإسلامهم جميعاً. ماذا كلفته؟ كأس شاي قدمه لهذا الفراش. لا تحقرن من المعروف شيئاً، يقسم بالله أنه سعد بهم لعام أو عامين أيما سعادة. الله مكنه أن يقنع أناساً ليسوا مسلمين بل بدين وضعي، بوذيين بعتقد كانوا، بكأس شاي قدموا يعني تكريم لهذا الفراش، وهذا الفراش طلع مستوى ثقافي عالي جداً. قصة غريبة جداً لكنها وقعت مع أحد أقربائي. فأنت أيام الكلمة الطيبة صدقة، الابتسامة صدقة. مرة حدثني أخ قال لي بعد ما انتهى الدرس سلم علي، قال لي ابن خالتي، فأنا سبحان الله بمودة بالغة سلمت عليه، صافحته وشديت على إيده، قلت له عينك على ابن خالتك، إن شاء الله الدرس عجبك يا ابني. قال لي والله كثير عجبني. لما أنا صافحته بمودة ابتسمت بوجهه وسألته عن الدرس عجبك، قلت له ابن خالته عينك على ابن خالتك، قال لي والله هالمودة من الشيخ خلتني أجي على الدروس على طول. الابتسامة صدقة يا أخوان، المصافحة صدقة. كان عليه الصلاة والسلام إذا صافح كان آخر من يسحب يده إذا صافح. فأنت بابتسامتك ولطفك وتواضعك تجذب قلوب كثيرة. شيء آخر، تعلم ألا تعمم. قالوا التعميم من العمى، لا يعمم إلا أعمى. وإذا قرأت القرآن الكريم يتضح، الله عز وجل يقول ومن أهل الكتاب أمة. القرآن وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض، لم يقل جميع الخلطاء. فالإنسان تتبدى ثقافته الراقية من عدم التعميم أو الموضوعية. الموضوعية قيمة أخلاقية وفي الوقت نفسه قيمة علمية. فأنت عالم إذا كنت موضوعياً وأخلاقي إذا كنت موضوعياً. الموضوعية أن تعطي حكم حيادي، أن تصف الشيء كما هو عليه. أساساً تعريف العلم وصف الشيء على ما هو عليه مع الدليل، وصف الشيء على ما هو عليه مع الدليل. فلذلك يعني تلقي طرفة بتقول كل أهل هذا البلد هكذا، لا، هذا خطأ كبير جداً. لذلك احفظوا هذه القاعدة، التعميم من العمى. والقرآن ما بيعمي، وإن كثيراً من الخلطاء وإن من أهل الكتاب. نعم. الآن يا أخوان أنا مضطر أن أنهي هذا الدرس بموضوع مؤلم، المزاح القاسي. يعني تخفي لإنسان حاجة أساسية، هو عصب المزاج، يمكن يضطرب، يمكن يتكلم كلمة قاسية. فإخفاء حاجة
إبلاغه خبر سيء، أحياناً الخبر السيء يعمل أزمة قلبية يموت أحياناً، والدليل قوله تعالى قل موتوا بغيظكم، الغيظ يقتل. خبر سيء أو يعني تهديد أو وعيد أو إخفاء حاجة مهمة، واحد جندي مزح معه صديقه وأخفى بندقيته أصيب بجلطة، إنه عندهم قائد بالسكنة قاسي جداً فيها سجن شهرين أو ثلاثة، مزح معه إنه أخفى له البندقية أصيب بجلطة. أخواننا الكرام، المزاح القاسي اللي فيه يعني خطر، خبر كاذب، تهديد كاذب، إخفاء شيء مهم جداً، هذا المزاح يعد من أكبر المعاصي. لذلك قال عليه الصلاة والسلام لا يحل لمسلم أن يروع مسلماً ولو مزاحاً، بل من أكمل ما قاله النبي لا تحمر الوجوه، لا تخجل الإنسان، يكفي أن تضعه في موقف حرج تخجله، لا تحمر الوجوه. حديث آخر لا تروع المسلم فإن روعة المسلم ظلم عظيم، والمزاح يجب أن يكون حقيقة لا كذبا. كان عليه الصلاة والسلام يمزح ولا يمزح إلا حقا. في نوع من المزاح يقول عليه الصلاة والسلام ويل للذي يحدث الناس بحديث ليضحك به القوم فيكذب، ويل له ويل له. كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثاً هو لك به مصدق وأنت له به كاذب. آخر حديث يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الكذب والخيانة، ولا في المزاح إطلاقاً. كان يمزح ولا يمزح إلا حقاً. أيام يطبعوا نعوة مزاح تسبب مشكلات كبيرة جداً. أنا يعني أطلع على أنواع من المزاح تعد معصية كبيرة، فيها إيذاء، فيها إرباك، فيها إحباط. وثلاثة جدهن جد وهزلهن جد: الطلاق والزواج والعتاق. يعني بيجي لعندك صانع بتقول له أنا حعملك شريكي بالمستقبل، صدق عاش بأحلام، حكى لوالده حكى، أنت عم تمزح معه، هذا مو مزاح. أن تعد موظف عندك أن يكون شريكاً لك مزاح، أعوذ بالله. ناوي أخطب فلانة، بلغوها، فرحت مسكينة، عم تستنى، عاشت بأحلام بسعادة، عم يمزح الزلمة. صدقوا أيها الإخوة، في أنواع من المزاح تغضب الله عز وجل. موضوع زواج، موضوع خطبة، موضوع شريكة، موضوع سفر، موضوع بدنا عينك وظيفة، ما له جاد إطلاقاً. هذه الموضوعات محرم أن تمزح فيها. الزواج والطلاق والعتاق جدهن جد وهزلهن جد. يقول عليه الصلاة والسلام لا يؤمن العبد الإيمان كله حتى يترك الكذب في مزاحه والمراء وإن كان صادقاً. المزاح لا يمكن أن يكون كذباً إلا أن يكون صادقاً. يعني النبي الكريم من لطفه أحد أصحابه من البادية مرة وضع يديه على عينيه وقال من يشتري هذا؟ فلما فتح عينيه رآه رسول الله فقال أنا كاسد تبيعني؟
قال له أنت عند الله لست بكاسد. شيء لطيف أنه نبي عظيم صحابي من البادية وضع يده على عينيه، قال من يشتري هذا؟ قال له إذا تجدني كاسداً؟ قال له لا، أنت عند الله لست بكاسد. وله كلمة قال زاهر، اسمه زاهر، زاهر باديتنا ونحن حاضروه. أيام إنسان من بلدة يأتي لك بسطل تين، أنت أعطيه علبة حلو، بالمدينة في حلويات، بالبلد في فواكه، إذا كان جاء بشيء من البادية أنت قدم شيء من المدينة. قال زاهر باديتنا ونحن حاضروه. أيها الإخوة، أنا أتمنى كما قلت أن يكون الأب مرحاً، المعلم، الأم، مدير الشركة، لكن باعتدال دون أن تمس طرائفه إنساناً أو حرفة أو جهة أو ملة أو طائفة. في أنواع من المزاح رائعة جداً لا تمس أحداً.